بالطريقة دي كده صدقوني الختم بتاعه هيفك. واحنا العمل المفروض نعمل ايه دلوقتي؟ انا مش فاهم، ادينا محتاسين ومش عارفين. اعتقد ان احنا كده لازم بسرعة نتصرف باي طريقة، لان كده الختم لو فك المدينة ديت هتروح في داهية. اهدوا، انا مش عايز قلق، لازم نفكر بالراحة، ما ينفعش التوتر اللي احنا فيه ده. توتر؟ ما احنا اكيد متوترين بسبب حاجة مهمة جدا، والتوتر هو ان شريدر لو الختم بتاعه فك مش هنقدر نحبسه زي ما كان. بدأ الختم يكون فيه شرخ صغير، والشرخ بدأ يفتح، وصدقني صحتنا ما بقتش زي الاول عشان نعرف نختمه من تاني. اهدوا اهدوا، اكيد فعلا النار عنده حق، انا متأكد ان احنا كده هنتصرف. نتصرف؟ واحنا هنتصرف ازاي واحنا قوتنا بقت ضعيفة؟ لازم حد يمتلك قوة القلوب الاربعة. بس انا مش عايز كلام، قوة القلوب الاربعة لو حد امتلكها ساعتها احنا مش ضامنين اصلا هيبقى معانا ولا ضدنا، وانتم كمان عارفين ان هو لو بقى ضدنا هيبقى اقوى بكتير من شريدر. طيب ما هو الحل، انا بصراحة شايف ان ارض عنده حق، لازم بسرعة نشوف حد يمتلك قوة القلوب الاربعة. اسكتوا، انا هتصرف وهعرف اجيب حل. صدقني صدقني احنا كده هنروح في داهية، وكل ده بسبب دماغك يا نار. يا جماعة مش عايزين مشاكل، احنا مش هنقلب على بعض، في ايه؟ روقوا كلكم روقوا. يا عم نروق ازاي؟ هنروق ازاي واحنا بنقولك ان الختم بدأ يبقى فيه شرخ، وقوتنا مش هنعرف نعمل بيها حاجة. انا معاك ان احنا بقينا ضعاف على الاخر، وبقت قوتنا ضعيفة عن الاول. انا شايف بصراحة انهم عندهم حق، لازم يا نار نخلي حد يمتلك قوة القلوب الاربعة، وصدقني لازم يكون في صالحنا، ديت احنا هندبرها بنفسنا. هو انت مصر معاهم يعني يا مية؟ انت مصر معاهم؟ مش حكاية مصر، حكاية خوف مش اكتر. الموضوع بقى فيه قلق عن الاول، وانت برضو لسه زي ما انت بكل هدوء وكمان بكل برود. انا ما عنديش مانع ان انا ادي القلب بتاعي لحد بيمتلك قوة الارض. وانا كمان ما عنديش مانع اني ادي قلبي لحد بيمتلك قوة الطبيعة والزرع. وانا كمان ما عنديش مانع يا نار ان انا ادي قوتي قوة المية والقلب بتاعي لحد يمتلك قوة المية. اعتقد ان كده التلات عناصر موافقين مع داك انت. وانا ايه ضمن ان انا ادي قلبي لحد؟ ما انتوا عارفين ان انا ممكن ادي قوة النار لحد وساعتها هيحرق المدينة كلها. خوفك ده، خوفك دوت هو اللي مخلينا واقفين لحد دلوقتي، الشرخ كل مدى بيفتح عن الاول، وصدقني شريدر لو اتحرر محدش هيعرف يلمه تاني مكانه وكمان يختمه من جديد. ماشي، دلوقتي اعتقد ان احنا مهمتنا ان احنا ندور على شخص يكون جدير بامتلاك الاربع قلوب. اخيرا وافقت، يبقى يلا بينا يا رجالة. اعتقد ان احنا هنلاقي شخص كويس ويكون عنده قلب قوي. صح، هندور ونلاقي قبل فوات الاوان. حاضر حاضر، انا دلوقتي بدأت اتصور. اهلا 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 وسهلا يا جماعة، دلوقتي احنا عصرنا على مكان اثري، بيت من 1800. عارفين يعني ايه؟ احنا دلوقتي في 2024، والبيت دوت من 1800 وحاجة، يعني بقاله سنين كتيرة جدا. وطبعا دوت يعتبر اثر من الاثار، ومش هتصدقوني طبعا لو قلتلكم مين اللي ساعدني في العثور على البيت ده. اكيد هيقولوا اسمي، اكيد هيقولوا اسمي، لان انا اللي لقيت البيت. اللي ساعدني على العثور هو استاذ فريد. استاذ فريد بسم الله ما شاء الله فلوسه كتيرة جدا، وهو كمان دعمنا بمال كتير، مال 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 ما بيخلص، فعشان كده طبعا عرفنا نلاقي المكان دوت، مش كده ولا ايه؟ اه طبعا، اه ايوة طبعا، البيت دوت احنا لقيناه بفضل ربنا ثم بفضل استاذ فريد. ولكن برضو انا برضو دورت عن البيت ولقيته. طبعا طبعا ايوة، كلنا دورنا على البيت ولقيناه. هي يا جماعة حد يقول اسمي، حد يقول اسمي بالله عليكم. فبس كده ويكون الفيديو خلص، فارجو ان انتوا تتفرجوا وتستمتعوا على الاثار اللي احنا بنكتشفها كل يوم بعد يوم. شكرا استاذ فريد. العفو العفو، على ايه؟ مهمتي هي ان انا دائمكم بالفلوس واعرف اثار بلدي. شكرا ليك شكرا، يلا مع السلامة. اقفل اقفل التصوير. صورت كويس؟ ايوه صورت كل حاجة تمام كده وزي الفل، بس هو ليه محدش بيقول اسمي؟ شكرا ليك استاذ فريد، شكرا، ربنا يكرمك، انت برضو سبب في ان انت بتمولنا بالفلوس وبتخلينا ان احنا ندور على الاثار. اعمل ايه طيب اعمل ايه؟ العفو العفو، هو دوت واجب الاغنية ان انا اساهم
في ان ادور على اثار بلدي علشان اعلم انشاء لها اكتر بكتير لما تتحط في المتحف. شكرا شكرا ليك. فلوسكم هتتبعت على حسابكم البنكي. يلا مع السلامة. مع السلامة مع السلامة. فلوس كتير بدأت تعد. ايوه فلوس كتير، بس احنا لسه ما اكتشفناش حاجة تانية، والمفروض ان احنا ندور على اكتشافات كتير. ايه هندور على اكتشافات كتير ما تقلقش. الولد اللي شغال معنا ده انت قلت لي اسمه ايه؟ اسمه عمر. الولد دوت فعلا بيتمشى كتير وبيلاقي اثار كتيرة. عمر عمر. ايوه اتفضل يا استاذ سيد. هو ايه النظام؟ مفيش كده اماكن تاني عايزين نكتشفها اكتشفتها لنا انت ولا حاجة؟ ايوه في اماكن تانية. لا مفيش اماكن تانية اكتشفتها. وبعدين لحظة، انتوا ليه مش بتقولوا اسمي؟ انا مش فاهم، انا برضو مش برضو شاركت في الموضوع ده. ما تقلقش انت بتاخد فلوس على الكلام ده. قلت لهم اكتر ممرة اني بنقول اسمك، بس هم اللي مش بيوافقوا. ما ينفعش، انت راجل مصوراتي قد الدنيا مش كده. احنا محتاجينك في التصوير بصراحة اكتر، وانت تاخد فلوس كتير على اللي انت بتعمله، انت مش واخد بالك؟ ماشي شكرا، هدور لكم على مكان تاني. تمام وبالمقابل خد امسك القرشين دول. هي لحظة بس، احنا ما اتفقناش على دول، دول مش المرتب بتاعي. بقولك ايه، ما هو ان شاء الله لحد ما تقبض. خد بس، خد امسك، حلو هيكفوك، انت كده كده مش محتاج مصاريف كتير. هي بس لحظة، انتوا بيبقى معاكم فلوس كتير بسبب ان انا بستكشف اماكن كتيرة، ليه ما تدينيش من الفلوس الكتير ديت حبة حتى يكفوني؟ دول ما يقضوش اصلا مواصلاتي. نديك. مش هنديه برضو يا شباب، هنديه كلنا فلوس صح؟ ايوه هنديك فلوس، بس اهم حاجه تسمع الكلام وتاخد الحاجه وانت ساكت، احسن ما نطردك من الشغل، وصدقني مش هتلاقي شغل. ماشي اللي انتوا شايفينه. يلا ما تكسفش ايدي، امسك فلوس، يلا اخلص. حاضر، شكرا ليك استاذ سيد، انت وفريد شكرا ليك. شكرا يا استاذ سعيد. يلا بص بقى، عايزك بقى تدور على كم مكان كده تاني نكتشفه ويكون اثار جميله، فاهم؟ حاضر. وساعتها على كل اكتشاف ليك اضعاف اضعاف الفلوس. كل مره بتقول كده وهو برضو مش بلاقي الفلوس. اللي في ايدك دي ايه؟ اللي في ايدك دي ايه؟ دي جوافه. ما دي فلوس اهي يا حبيبي. حاضر يا استاذ سعيد. يلا سلام. على فكره يا جماعه، الولد دوت حس وبدا يزهق مننا. وعلى فكره كده مش هيدور حلو، ولو ما دورش حلو صدقني مش هنكسب منه. هو برضو ليه سبب بعد ربنا في ان هو يدور. المفروض يديله فلوس اكتر بكتير علشان يشتغل بحب. بس بطل هبد. صدقني انا عارف انا بعمل ايه كويس، ده مجرد واحد ملوش اي 30 لازمه، يعني ما نطمعوش ما ياخدش فلوس كتير، لان هو اصلا في الاول وفي الاخر واحد تافه. بس برضو صدقني لولا ما كناش هنبقى كده لحد دلوقتي. ايوه انا شايف ان هو فعلا عنده حق، لولا ما كناش هيبقى معانا فلوس كتير قوي دلوقتي. وهو هنستغله واحده واحده، ما تلووش. روق. ماشي، لما نشوف انت بتخطط لايه يا سعيد. بخطط للفلوس الكتير، هتشوفه في الاخر. حلو كده، ودول هيكفوك. انا مش عارف، انا السبب اصلا في ان هم يكسبوا فلوس كتيره جدا كده من الشغل ده، وفي الاخر بيدوني حبه حلوين، بيدوني بس حبه صغيرين كده كاني اعتبر بنقنق فيهم. مش فاهم انا طيب ازاي هصرف على البيت وانا اصلا معايا الحبه الصغيرين دول؟ المفروض يكون معايا فلوس اكتر علشان اعرف اصرف على البيت. ما هو المشكله ان ماما مش هينفع تشتغل، انا بصراحه مش موافق ان انا اشغل ماما، فعلشان كده انا بنزل افضل ادور كل يوم، افضل ادور الصبح على مكان استكشفه، وفي الاخر اقول لهم عليه وهم طبعا يقولوا احنا اللي استكشفنا، احنا اللي عملنا بلا 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 بلا. وعمر بويكا ملوش اي 30 لازمه، يا دوبك واحد ماسك الكاميرا وبيصور وبس. انتوا متخيلين حاجه رخمه مش كده؟ يبقى المفروض اصلا يسموا الاكتشاف ده باسمك، عمر بويكا اللي اكتشف البيت المهجور. يعني خلاص، يعني يتسمى باسم يا جدع انت وهو، مش في الاخر يجي يقول لي ايه انا السبب، انا استاذ سيد اللي البيت باسمي، انا اللي اكتشفته انا وعم فريد. اخ يا اخي، ده انت وعم فريد ارخم من بعض، راجل بس معاه فلوس بيمولك ومش اكتر، حاجه في منتهى الاستفزاز يا اخي. ماشي مش اشكال، خلاص ما نضايقش نفسنا ولازم نخش على ماما بقى مبسوطين وفرحانين علشان هي ما تتضايقش. وادوني بقى كده فرصه واحده بس علشان اقول لكم يا مساء السعاده بكميات زياده، عاملين ايه احلى ناس في الدنيا، يا رب تكونوا بخير. ما تنسوش قبل ما نكمل الفيديو نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ولو انت لسه ما خبطتش لايك مستني ايه؟ انزل يلا اخبط لك دلوقتي، ما تخافش اللايك ببلاش مش بفلوس، ومش هتتكهرب ومش هتتعاد. بص يا ملوك السعاده، مبدئيا كده علشان بقى موضوع التصوير صعب جدا 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 بشكل مش طبيعي في رمضان، يعني فجاه كده لما ابدا التصوير هلاقي بقى كميه قنابل وبومب وصواريخ بيفرقع عندي في الشارع، والله العظيم زهره في المايك انا مش عارف اشيلها، ف
غصب عني بجد بجد. سامحوني لو سمعتوا قنابل بتفرقع، الناس عامله مدافع وعامله اهو، والله العظيم يا ريت يكون ظاهر في المايك عشان تبقوا سامعين. فيا ريت بقى تسامحوني غصب عني، علشان بجد بجد انا مهما عملت برضو انا سامع الصوت. الناس معاها قنابل مش طبيعيه، وكميه صواريخ مش عارف الصاروخ دوت شارينه بكام عشان يفرقع بالصوت المرعب ده. وغير كمان برضو حاجه واحده تانية بصراحه، وانا بصراحه مستغرب منها جدا والله، يعني معلش يعني الكلاب اللي عندي في الشارع تمام، الكلاب اول ما بتعرف تقريبا ان عمر بويكا بيصور كلهم بينادوا بعض عمر بويكا بيصور عمر بويكا بيصور عمر بويكا بيصور، وتلاقي مره واحده الكلاب بتاعت الشارع بتاعنا بتتخانق مع الشارع اللي جنبينا. يا لهو بقى، بيخلوا الصوت كل صوت بقى خناق وزعيق مع الكلاب اللي تحت والله. فمعلش برضو لو سمعتوا صوت كلاب تحت بتهوى، وده غصب عني برضو مش عارف اسكتهم ازاي. فانت شفت عمر بيعاني ازاي، ارجوك بقى انك انت تدوس لايك وتدوس اشتراك عشان نوصل 500,000، وتفعل زر الجرس وتعمل شير لاصحابك والحبشتكنات الجميلة الحلوة اللي انت بتحبها دي. وبرضو ما تنساش الدعاء لاخواتنا في غزة، ربنا ينصرهم يا رب ويجعلنا سبب في نصرهم. انا دلوقتي اخش على ماما بالفلوس، وبصراحة هبقى مبسوط علشان هي ما تزعلش. عمر عمر انت جيت من الشغل يا عمر؟ الحمد لله على السلامة. هاي ازيك يا سلمى؟ الحمد لله بخير. ايه عامل ايه النهارده؟ واضح انك معاك كرشين حلوين، يعني كده شكلنا كده هنتجوز قريب مش كده؟ وهتقدر ان شاء الله تشتري بيت علشان تيجي تتقدم لي قدام اخويا. فلوس كتير؟ انت شايفه دول فلوس كتير؟ بص بالله عليكي، ده انا بيقبضوني في الشغل والله العظيم فلوس ما يقضوش كتاكيد. انت شايفه؟ انا مش فاهمه يا عمر انت ليه شغال في الشغلانه دي. طب ما لو كده ما تشوف شغلانه تانية وتخلص وترتاح. ما هو صدقيني انا لو كنت لاقي شغل كنت اشتغلت، انا مش لاقي غير الشغلانه دي. وبصراحه انا كعمر بويكا جدا 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 بحب الاستكشافات. وان شاء الله يا عمر ربنا هيرزقك علشان ساعتها تيجي وتتقدم لي، انا متاكده. ان شاء الله صدقيني هتقدم لك فارب وقت ممكن، وكمان هيبقى معايا فلوس كتيره جدا، وهيبقى معايا بيت وعربيه وهنظبط حياتنا ان شاء الله. فما تقلقيش. انت سلمى بنت ها؟ لا با بقول لك ايه، انت كل شويه تيجي تقف هنا كده وتتكلم معاها. ايه يا محمود؟ علشان خاطر يا محمود انت اخويا، والمفروض تكون برضو عارف ان انا بحب عمر، وهو ان شاء الله هيجي يتقدم لي، هو قال كده. بقول لك ايه، خش جوه دلوقتي، خش جوه حالا. حاضر حاضر يا اخويا، معلش يا عمر، مع السلامه. انت اسمع، انا قلت لك اكتر من مره ما تتكلمش مع اختي تاني، المره الجايه لو اتكلمت معاها هقتلك. انا قلت لك لو عايز تيجي تتكلم معاها يبقى تيجي تخطبها وتتجوزها، ها، وساعتها انا اخليك تتكلم معاها براحتك لما تتجوزها، مش وانتوا لسه مش متجوزين. فاهم؟ فاهم. انا ان شاء الله باذن الله هاجي اتجوزها صدقني قريب جدا. ايه ده، ايه الفلوس اللي في ايدك دي؟ فلوس بقى دول الفلوس؟ مين قالك ان دول فلوس؟ يلا مع السلامه، وان شاء الله في اقرب وقت هاجي اتجوز اختك، وان شاء الله باذن الله هتقدم في اقرب وقت ممكن، احتمال الاسبوع الجاي. ماشي يلا مع السلامه. والحمد لله قفلت الباب وكل حاجه عدت على خير. اخ حتى عيل رخم، مش عارف انت بتحبيه على ايه يا سلمى، يا رب صبرني. والحمد لله دخل البيت. ماما ماما انت فين يا ماما؟ ايوه يا عمر هتلاقيني هنا بحط الهدوم في الغساله. ماما 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 ايه ازيك يا نجيد؟ الحمد لله على السلامه يا حبيبي. ايه عملت ايه النهارده في الشغل؟ الحمد لله جبت كام قرش كده وهيقضونا ان شاء الله باذن الله خلال الاسبوعين الجايين دول. انا اسف لو هم فلوس مش كتير. عادي يا حبيبي مش اشكال، ربك اللي بيرزق، ويعني صدقني الفلوس هتقضينا ان شاء الله، بس انا كمان بحوش لك قرشين منهم علشان تتجوز سلمى. انا عارفه ان انت بتحبها من وانت صغير، فان شاء الله انا بحوش لك قرشين. ماما تحوش قرشين ايه بس، دول هم اللي باقيين بالظبط، يعني يا دوبك هيكفونا. ماما ما تشيليش هم جوازي من سلمى، ان شاء الله ربنا هيرزق وهيبقى معايا فلوس. انا بس دلوقتي مش هعرف اقعد في البيت، لان المفروض استكشف مكان تاني علشان اجيب فلوس اكتر. يا عمر ما ترتاح، انا محضره لك اكل. ماما معلش الراحه، صدقيني مش هتجيب فلوس. انا دلوقتي هنزل ادور، وبصراحه في مكان كنت شاكك ان كان ممكن يكون فيه اثار ولا حاجه، فهروح استكشف وان شاء الله هلاقي. ماشي يا حبيبي، ربنا يوفقك. ربنا يخليك يا ماما، شكرا، ربنا يخليكي ليا وتدعي لي. يلا مع السلامه. اخ طيب انا جيت يعتبر بس اديت الفلوس لماما وخرجت تاني علشان ابدا ادور على اثار او اماكن استكشفها. بس قبل ما ابدا ادور عايز بصراحه عايز ارتاح، عايز اقعد في المكان المفضل ليا، المكان اللي بيخليني ارتاح نفسيا وبكون مبسوط فيه جدا. يلا اخ المكان الوحيد اللي بعرف استجم فيه وبعرف استرجع فيه كل قوتي حرفيا الجسديه والمعنويه. هفضل قاعد كده كتير، افضل ابص للسماء واقعد ابص على الارض والميه، وساعتها اخد نفس عميق اروق. يا عمر ان شاء الله حياتك هتتحسن
وتلاقي حاجات كتيرة حلوة جدا في حياتك وتشتغل ويبقى معاك فلوس وتقدر تتجوز سلمى اللي انت بتحبها كمان ابقى مشهور. أيوة أنا حلم حياتي ابقى مشهور جدا، بتمنى من كل قلبي ابقى واحد يكون عندي بقى شهرة كبيرة جدا في المدينة والناس كلها بتحبني، أكبر مستكشف أثار وأكبر مستكشف أماكن في المدينة كلها، عمر بويكا اللي مكسر الدنيا. أيوة هو دوت اللي بتمناه الصراحة. أوه الموضوع بقى فوق الخيال تماما، أنا بدأت أتحمس جامد وبصراحة الحماس لما بتحمس بعيش في الوهم، وبعد كده أرجع مرة واحدة بعد الحماس ألاقي نفسي زي ما أنا عبيط كده قاعد بالنضارة بتاعتي. ماشي مش إشكال. آخ ندور فين ندور فين بقى، نبتدي ندور في المدينة على أماكن استكشافية. لحظة صدق إيه الخبأ ده يا بويكا، أنت على طول بتيجي المكان دوت وعمرك ما دخلت الكهف ده تماما، بس أكيد الكهف دوت هيبقى فيه عواقب، المكان جوه مظلم خالص، يبقى دلوقتي احنا نطلع الكشاف بتاعنا ونبتدي ندور. وطبعا بما اني مستكشف ومش اول مره ادور على حاجه فاعتقد اني هاخد بالي جدا من نفسي. ايوه هنمسك الكشاف ونبتدي نخش تحت الشلال، اكيد ممكن نلاقي مثلا موميا او مثلا مكان اثري جامد، اكيد يعني اكيد انا متاكد بجد. ماشي ان شاء الله نلاقي حاجه جامده ونبقى متحمسين ليها. واو المكان مغوط لجوه، والمكان فعلا من غير اي كشاف هيبقى مظلم جدا. هي لحظه في مكان منور هناك. هي الو لحظه تعالوا كده نمشي بالراحه ونشوف ايه اللي منور هنا. وبعدين لحظه ايه ده، في صخره موجوده والمكان دوت مكان يعتبر فاضي. ايه المكان دوت حرفيا حاجه في منتهى الروعه. لحظه واضح ان كان في ناس هنا. هو ايه المكان ده؟ هيجمد قلبك يا بويكا، جمد قلبك علشان تبقى راجل مشهور جدا ومستكشف واكيد هيبقى ليك مستقبل. ايوه ماشي بسم الله. واضح ان ديت حاجات قديمه من العصر القديم ولكن لسه منوره ازاي انا مش فاهم. وديت عادي فوانيس رمضان ديت ولا ايه؟ لا ديت عباره عن شمعه عادي محطوطه جوه الحامل بتاعها، وديت نار والغريب ان هي لسه شغاله. واضح ان كان في ناس هنا بس المشكله ان مفيش حد خالص. هاي حد هنا؟ الو حد موجود هنا؟ حد موجود هنا؟ انا عمر بويكا وكنت جاي هنا عشان استكشف المكان، واضح ان في ناس موجوده. الو هاي لحظه هو الحجر دوت واضح. هاي انا كنت لسه اقول واضح انه بيغطي حاجه، هو اتفتح لوحده ازاي؟ لحظه هو ايه ده، ايه اللي موجود هناك ده؟ دي 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 موميا. هي ديت عباره عن موميا قديمه، ولكن الموميا واضح ان هي مكسوره، الموميا فيها كسر والكسر غريب جدا بصراحه. هاي هو الاستكشاف اللي انا استكشفته ده واضح ان هو عباره عن حاجه من سنين كتيره جدا محطوطه هنا. واو اعتقد ان انا كده ممكن اخش التاريخ اول ما استكشف ده، ولكن المره دي هستكشفه بنفسي ومش هقول لحد خالص. ايوه انا هستكشفه وهصور نفسي وانا هنا، وساعتها انا هنسب العمل ده ليا وهبقى شخص مشهور جدا وهبقى احسن من فريد وسعيد وكل اللي موجودين معايا في الشغل. حلو جدا حلو جدا حلو حلو. يلا عمر ودلوقتي هفتح الكاميرا وابدا اصور. فعلا شكلك مستكشف جامد، لان مفيش حد يلاقي المكان بتاعنا ده بسهوله ابدا. ها مين اللي بيتكلم؟ معقول الموميا بتتكلم؟ ايه العبط ده؟ بص وراك مستكشف ولكن شكلك غبي. هي لحظه انت مين؟ انت تورطت يا ولد يا غبي في انك تخش المكان ده، بغبائك ده غيرت مصيرك كله. هي مصير ايه، انا ما عملتش حاجه صدقني، انا جيت علشان ادور على اثار، انا كده كده اصلا مستكشف والمفروض ان الاستكشافات بتاعتي ده بتروح المتحف، وديت موميا كنت اوديها المتحف. تعال معايا لان ديت مش موميا، في ناس كتيره مستنياك دلوقتي. ناس كتيره؟ مين الناس دول؟ هو مين حضراتكم؟ وبعدين انتوا ليه واقفين كده وشكلكم متضايقين مني؟ اهلا احب اعرفكم عن نفسي، انا عمر بويكا، شخص مسالم جدا وعباره عن مستكشف اثار ومستكشف اماكن غريبه علشان اتكلم عنها في الاخبار، بيعتبر هو دوت شغلي ومصدر رزقي، فاسف لو ازعجتكم. مين ده؟ المفروض ان مفيش حد يعرف يلاقي المكان ده ابدا. واضح انه مش اي حد، يقول لك مستكشف. اهدوا اهدوا اكيد هنشوف حل، نار هيتكلم معاه، اتكلم معايا نار. اسمع انت المفروض محدش يخش المكان ده، وطالما حد دخل ويبقى يموت. اموت ليه حضراتكم، انا ما عملتش حاجه، بقول لك مستكشف، ولو مش عايزين نستكشف المكان ده فاتكل على الله وامشي، والله العظيم صدقوني ان انا مش هقول لحد خالص انا جيت هنا. وايه ضمننا ان انت ما تقولش لحد؟ مش عارف،
بس أنا شخصية بسمع الكلام. وأنت فكرنا بالغباء دوت ولا إيه؟ لا أبدا خالص صدقني أبدا والله أنا ما أقصدش، ما أعتقدش أن أنت أغبية، ولكن لحظة، هو أنت عبارة عن قوة نار ديت ولا إيه دي؟ هو أنت بتولع إزاي؟ أنت بتتحرق على فكرة، أنت طالع منك نار. أنا شايف إن إحنا نقتله دلوقتي ونطير رقبته. أرض إهدى، أنا عارف إنك غضبان على طول. أعتقد إن إحنا لازم نسأله كم سؤال ونختبره، ممكن يكون القدر هو اللي بعته علشان يمتلك الأربع قلوب. إهدى ما تقولش قدامه حاجة. حاضر، آسف يا نار. اسمع. أيوة اتفضل اتفضل يا أستاذ. صح أنا معرفتش أسميكو. أنا أرض وأنا نار. أنا الطبيعة. أنا المية. أهلا وسهلا. حضرتكم عناصر ولا إيه؟ زي ما تقول كده فعلا عناصر، ولكن ما ينفعش حد يعرف الحاجات ديت، وطالما عرفتها يبقى تموت. ايه الحاجة الوحيدة اللي انت ممكن تقولها قدامنا دلوقتي علشان نصدقك ونعرف ان انت مش جاي هنا علشان غرض شرير؟ غرض شرير ايه؟ حضرتكم بقى ده منظر شرير؟ انت شايف منظر ايه؟ بص ده منظر واحد اصلا ما يقتلش نملة. وبعدين لحظة، هو حضرتكم متضايقين مني ليه؟ لو خيرت يا ولد انك انت تنقذ حد بتحبه وعزيز عليك، ولا تنقذ المدينة كلها؟ ولو انقذت المدينة مش هتعرف تنقذ الشخص اللي انت بتحبه والعزيز عليك. في حد عزيز عليك عايش؟ ايوه هي ماما. ولو خيرت انك انت تنقذها ولا تنقذ المدينة، هتنقذ مين؟ هو سؤال غريب جدا، سؤال بصراحة ما كنتش متوقع ان انا اتسأله قبل كده. ماما هي اللي بقالي في حياتي، وهي اللي عايشة معايا، وانا يعتبر اللي بحاول اشتغل علشان اصرف على البيت. مش عارف، بس انا ما اقدرش اصلا انقذ ماما، وما اقدرش انقذ المدينة. انا واحد زي ما انتم شايفين، واحد عادي. رد على السؤال. رد على السؤال. بجد سؤال غريب. انتوا يا ملوك السعادة، لو انتوا تسألتوا سؤال زي دوت، هتنقذ حد غالي عليك او عزيز عليك، ولا تنقذ المدينة كلها، هتختار ايه بالظبط؟ بصراحة انا مش عارف ارد. نجح في الاختبار. ما كنتش متوقع انه هينجح. يعني احنا كده هنديله الاربع قلوب؟ واضح ان هو دوت اللي هياخد الاربع قلوب. انا نجحت ازاي؟ انا قلت انا مش هعرف اعمل ايه. غيرك بيحور وبيقول وبيجاوب، والاجابة الصحيحة هي عدم الجواب، لان مفيش حد يعرف الاجابة ديت غير لما يتحط في الموقف. فاهم؟ فهمت. وبعدين ايه الاربع قلوب دول؟ انت هتاخد اربع قلوب، اربع قلوب العناصر، مية، نار، ارض والطبيعة. واخدهم ليه؟ لحظة انتوا مستأذنتونيش. علشان تعرف تنقذ المدينة لو الختم اتفك. هو الختم كده هيتفك، لان دلوقتي بقى الختم بيتكسر كل مرة اكتر واكتر. الشرخ زي ما تقول كده كان زمان الاول عبارة عن حتة صغيرة، وكل مرة بيكبر اكتر واكتر لحد ما بقى عبارة عن شرخ كبير، ويعتبر الختم قرب يتكسر للموميا اللي انت شفتها جوه. لحظة، ومين الموميا اللي انا شفت جوه ده اصلا؟ ده شريدر، كان مختوم من الاف السنين، ولكن احنا دلوقتي كبرنا وعجزنا، وللأسف مش هنعرف نختمه من تاني، فمحتاجين حد يكون سنه لسه صغير، يكون قوي، قلبه طيب، مع الاربع قلوب، قوة النار والمية والارض والطبيعة، وساعتها هيختمه من تاني. ولكن لازم قبل كل دوت يتدرب على طريقة استخدام الاربع قلوب. كلام كتير وكله لخبطة. طيب اتكل على الله امشي. انت خلاص اتورطت، لازم تمتلك الاربع قلوب دلوقتي قبل فوات الاوان والشريدر يتحرر. لحظة، انا مش عايز اربع قلوب.